السحب هي خزانات الماء المعلقة، زي ما حكينا المياه تطلع من المحيطات تتبخر تتكثف سحاب، تبقى خزانات من المياه المعلقة عند اللزوم لما يجي أمر ربنا وتتوافر الظروف تنزل الأمطار وتشرب الطبيعة وجبة إفطار جميلة بعد جفاف طويل. زي ما حكينا ان كل هذا الماء المعلق في خزانات او الموجود في المحيطات خرج من باطن الارض بتفاعلات كيماويه في الصخور. وفي مبدا الخليقه كان كل السحاب مغلف الارض بالشكل ده، غلاف سميك جدا، ثم بدا الامطار الكثيفه الهائله فامتلأت المحيطات بعد سنوات من المطر، كان مطر متواصل فامتلأت المحيطات. وزي ما قلنا هذه الكمية من يوميها كمية ثابتة لا بتقل ولا بتزيد، وإنها محفوظة بقبضة الجاذبية الأرضية.